العالم. ان احنا ده المستبشرين خير في السودان الجديد، ان شاء الله يعم السلام في كل ربوع وطن الحبيب، ويكون المقبلين على السودان زياره وسياحه كثر يستمتعوا بمنتجات المحليه ويستمتعوا بمناطق متميزه زي مثلا ولايه النيل الازرق جبال الانقسم. إذا أردت أن تغوص في أعماق التراث بولاية النيل الأزرق وتنقب عن أصالة وصف بها هؤلاء في تقاليدهم وتراثهم وفنونهم، فالكنان ملأى بكل ما يهز الوجدان حينما يهرع الكل لهذه الساحة التي رسمت حواشيها ومتونها هذا الألق والجمال لدى قبيلة البرون بمحلية الكرمك التي اتخذت الجبال ملاذا وأمنا وسكنا يفرخ لحياة طعمها شهد تتذوقه ألسنتهم وتعبر عنه الأرجل الولهى بحب الأرض وعشق الأرض التي احتوتهم منذ أمد بعيد، منذ انهيار مملكة علوة، حيث المجيء إلى هنا وما أدراك ما هنا، سبعة جبال حسوما لكل ماض كان ولا يزال في الذاكرة تاريخ يحكى لأجيال أتت وأخرى على ذات الدرب تسير على هدي تاريخ جدودهم. برون ميك واحدة من القبائل التي تحمل طابعا يميزها عن قبائل الولاية، استقبلتنا القرية بدفء متميز، فكانت اللحظة عناق ما بين العيون والأشواق، تنفست عبره المآقي ملح فراق يبدو أنه قد طال، لم تستطع قسوة الحرب وظروف التنقل أن تطفئ جذوته، فبكت عيناهما فرحا بجديد لقاء وشوقا استنطقته المحاير التي ما نسيت أصول رقص ولا تقاليد ملتقا على أنغام، كم هي مشتاقة لعناق الأرجل لأرض أظنها عما قليل ستتجشأ رقصا وغناء وأنغاما. تستمر حلقات الرقص المختلفة باختلاف الأعمار، وتعج الساحة طربا، والرابط بين الجميع هو الإيقاع الراقص، إيقاع لا يتجرأ من لا دراية له بالاقتحام أو الاقتراب، كل ذلك ربما يكون مقدمة لأيام مفعمة بالتعاون ومؤازرة البعض، تحديدا في فصل الخريف الذي يعني أن حياة خاصة بدأت تدب على أوصال الجميع بطقوس للزراعة فيها أبعاد وأبعاد. إنها زغرودة الحماس تؤكد أن المرأة في كل مجتمع لها دور وسحر وتأثير لا يقل عن الرجل في الحياة، كل يؤدي دوره في نهر الحياة، ترفع مؤشر الحماس إلى أقصى مدى له، وحينها لا تملك إلا وأن تدخل معنا لهذه الساحة ربما طوعا وربما حبا للاستطلاع. يا هدى السودان، لا للجهوية لا للتعصب، سودان بيسعنا كلنا، سعلولا انتهت، نلتقي في الساعة الثانية.